هاي للكل، كيفكن؟ شو أخباركن؟ إن شاء الله الكل يكونوا بخير وسلامة. جايز اليوم عنا شو بنوتات الحلوين؟ شو عندكن؟ حجرة ورقة مقص تحت. على طلب المتابعين رح نعمل حجرة ورقة مقص. هذا التحدي إن شاء الله ينال إعجابكن، والعقوبة فيها شنو العقوبة؟ فيها بوسة الأيادي. لا ما بدك تزعلي، كأنه اختك الكبيرة عم تبوسي ايدها في الأعياد، أو أنت اختك الصغيرة عم تبوسي ايدها، أو تبوسي ايد بابا، أو تبوسي ايد خالته ماميته، يعني احتراما كان بتحترموا بعض، يعني لا حدا ياخد شي تاني انه بوسة الأيادي، بس أكيد رح تزعلوا مو؟ اوكي، اول مرحله رح نعمل هيك، ولسه في كتير عقوبات جايز، مو بس العقوبه فيها بوسة الايادي، انا رح اغير كل شيء، راح احط فيها كتير العقوبات. هيك بصير متفاهمين؟ لا ليش ما بتكون لسه عقوبات اكثر؟ جايز رح نعمل عقوبات كثيره فيها. وشو رح نعمل اول ما نبدا بالتحدي؟ شو رح نعمل؟ لازم جايز تشوف المشاهدة للأخير، تحطوا اشتراك واللايك، تدعموا قناة تحديات رانيا، قناة شيرين ودرين، كرمال هالبنوتات الحلوين عم بيتعبوا حالهم دايما مشان تفرحوا بتشوفوا أحلى مشاهدة بالأخير. يعني الأول مرة مشترك معنا لا يقفل الموبايل، خلي المشاهدة للأخير وشوفوا إن شاء الله بينال إعجابكم، وكتير قناتنا مثلية ودوم ممتعة مع بنوتات الحلوين نونو وشوشو وانجليكا وستيلا. جايز ادعموا قناتنا وخلينا نصل كتير 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 اشتراكات، بدنا مثل ما بيقولوا يعني اللي شيء اللي رح نقدر نعمل عليه فينا نقدر نعمل عليه. بس عن جد جايز السبب مو من عنا، السبب من اليوتيوب، في شغلات بنحب نعمل على طلباتكم، بس جايز عن جد يعني صدقونا انه مشكلة مو عنا، بس رح نحاول كمان نلبي طلبات الكل، وعلى القناتين رح نعمل كمان افلام، كمان تحديات، كمان كل شيء رح نعمل، كل يوم فيديو، يوم جديد وفيديو جديد. مشان هيك لا تزعلوا، لانه نحن بنحب كلياتكم، سلامنا للكل، واللي زعلان خليه يفرح شوي معنا، وبندعي لكم ضلوا الكل بخير وسلامة يا رب. خلينا نرجع لتحدينا. شو خايفين انتو؟ مصدومين؟ لا تخافوا، كلها حجرة ورقة مقص، حجرة ورقة مقص، وإن شاء الله ينال إعجاب المشاهدين. على طلب المتابعين رح نعمل حلوة هالتحدي، يعني رح نغير، رح نعمل كل التحديات اللي في اليوتيوب على طلب المتابعين إن شاء الله. Let's go. شو بنختار؟ شو بتختاروا؟ رفقات، إخوات، شو؟ مين مع بعض؟ شيرين عم طلع العيون نذرين، وندرين عم طلع العيون شيرين، معناته شيرين وندرين. 1 2 3 اكشن، انطلق، ليتس جو. يلا مو رح نكون مع بعض، رح نكون ضد بعض، شيرين ضد ندرين، ندرين ضد شيرين، والحكم بيناتهم رح تخليهم يبوسوا الايادي. هي ستيلا، يلا علوا صوتكن، يلا حجرة ورقة مقص، عيدوا حجرة ورقة مقص، بوسي ايد ندري، يلا يلا لا تبصي مدام نفخة، ما بوسي ايدك، يلا يا بطيخة مدام نفخة، يلا ساندي، يلا 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 مصنفة،
عادي خلاص. دايما يا قلبي طريق مشوق حرام. لا خلاص عادي بدي انا يعني اذا خلصت انا قبلة يلا شيرين قبلة الوداع يا سيدتي. عادي عادي خلاص شيرين يلا اختك لك صغيره حرام اسقط عجوزه خلاص يلا اختك صغيره بدها تعطيكي مصاري 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 اوكي نرجع هاي طبع عملت لك طبع مشان هيك الذكريات ذكريات مشان ما تنسي شيرين وانت بالمطار بس بالطياره وعم توضعي شيرين وهيك عامله طبع على ايدك هي ذكريات خفتوا خفتوا من السفر لا يلا نرجع كل واحد ديت الى ثلاث مرات حاليا يلا حجره ورقه مقص عيدوا حجره ورقه مقص عيدوا لك عم تطلعوا ورقه مقص مره ثانيه مره ثانيه بوسي ايدنا لا يا الله ما بابوس يس 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 جايز جايز عم تابعين عم تشوفوا شوفوا 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 حظ شيرين بحالها تطلع بدون اي شيء بدون غش ياي على فكره بدون غشاء بدون اي شيء جايز عم شوفوا شو عم بصير مع شيرين بوسي سبحان الله شيرين انت حظك تتركين لحالي ما بتعرفي بالك انا بخسر شيرين شو عم تعملي شيرين يلا الله يرضى عليك قولي أرضى يا الله يرضى عليك يا ابني الله يرضى عليك يا شيرين يا بنتي يا شيرين رح تركيني لحالي يا بنتي يا شيرين تروحي تتجوزي يا بنتي الله يرضى عليك خليني اشوفك قبل ما تروحي شو خفتي جايز واو انجلينا لكم جايتك الدور انجلينا يلا لكم حجره ورقه مقص مرة تانية بوسي ايدي لا انت مقص وانا حجرة قتلتك خلاص يلا خلاص اسف اسف كثير شو ستيلا مزبوطة؟ ايه واو هي الحكمة هي بتعرف يا شيرين حكام الغشاشة انت وليه؟ لا انا ما غشاشة بين الحجرة تقتل المقص ايه خوفتيني يلا واو جايز شيرين بثلاث مرات خسرت وشافت عادي لا ما عادي عندي مو عادي يلا معلش ستيلا يلا جايتك دور انت وانجلينا جايز نرجع ل ستيلا وانجلينا رجعنا لكم يلا يلا بدا 1 2 3 يلا حاجة انتي خسرتي يلا بوسي يلا خلاص لا يلا بوسي بس يلا بوسي يا يلا بوسي يلا 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 جوجو جاجا أنا بسيط جوجو جاجا أهلا بك بسيط يلا هاي مرة تانية حجرة حجرة ورقة مقص تعادل يلا لا تطلع حجرة ورقة مقص استني حجرة ورقة مقص استنى فازت يلا يلا بوسي فرجينا نشوف لا يلا جينا صغيرة واحدة يلا بوسي يلا بوسي 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 استني يلا شو عطيتيها مصاري؟ ما عطيتيها مصاري؟ لا ما بعطيها ولا ليرة ليش؟ ما قطع نصير ما بتقضيها كمان انا بعطيها اوكي يلا يلا تفضلي حجر ورقة مقص تعادل حجرة ورقة مقص تعادل حجرة ورقة مقص استنى فازت بوسي انجلينا يلا انا فزت ولا انجينا انت فزتي لا انجينا هي حرام بوسي تعادل
واو اكيد اندرينا كانوا حظك مثل شيرين كمان. مامي ستيلا شافت حالها الملكه لصارت عاطله الشوف. هاي مرحلة ولا خلينا نمر على المرحلة الثانية. أنا وشيري مرة ثانية. المرحلة الثانية فيها عقوبة ثانية. يلا رجعنا لكم. اليوم أنا متحمسة معكم كثير، هالفيديو كثير عجبني. فيديو جديد عن جد، كثير متحمسة معكم. يلا هالمرة على الكريم الحلاقة. أنا هيك من عندي عملت العقاب. يلا. يلا. عملوا. حجر ورق مقص عادل. حجر ورق مقص شيري خسرت. اعطيني كريان. اعطيني يعني اعطيني شيري. لا بعدي. لا ماما عم تغش شيري. ماما لا لا اعطيني سوي. يلا بدنا نعمل افكار يا مدام الفرقة. ايه خلاص يعني خليها هيك لا تمسحي لها بس هيك خلاص. لا لا لسه في عندك مجال. اوكي خذي شعراتك على التحت خلاص. اوكي مسحية يلا يلا كان لازم ترشيها كتير هيك تعملي لها هيك بقى مو تعملي لها على العرض. يلا ما لسه ما بنعرف هذا الشيء. اوكي يلا عملوا حجر ورق مقص. يلا حجر ورق يلا 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 خذي هاي خلي عند ستيلا. ما حجر ورق يلا حجر ورق مقص. مرة ثانية شيء ندري فاز انت خسرتي. ندري انت عم تغشي بالحقيقة ولا ما بغش؟ ما عطلوا على بعض شو بدي غشوا يعني؟ شو معرفة انت رح تعملي هيك؟ ايه حتى شعراتك شعراتك ما عندي ثقة كثير ندري. لك هذا حظ. يلا اعملي لها عقوبة. يلا رشي عليها. على وجهها. من هون بدي. خلص. تركيها لحالها. صارت لك شيرين لحية مثل هذول اليابانيين. تشان تشين تشون. يلا 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 نرجع. حجر ورق مقص. مبارك لألي طبعا. يلا ليك يلا يلا وهكذا ينتهي حياتي. استني بس هيك مشان حاليا يلا حاليا طبعا. خلصت ثلاث مرات؟ ايه خلصنا. يلا جايكم الدور ستيلا. يلا نحن رجعنا لكم جايز. يلا يس جيرس. 1 2 3 حجر ورق مقص تعادل. حجر ورق مقص تعادل. اطلع حجر ورق مقص. انجلينا فازت. هي صارت ورقه وصارت حسيت اللي شافت حالها. يلا انجلينا خس على خدودك بس. ايه على الخدود. لا لا ما عم نشوف. لازم نشوف انجلينا. هاتي على الطرف مامي. ايه خلاص خلاص مو كثير انجلينا. خلاص خلاص برافو. اوكي خلاص بدون اي شيء خلاص عادي عادي. يلا عادي. هاي ندرين متسامي مو ندرين عم بتخاف. اوه كثير حلوة فرحنا. لا اوكي خلص عادي مو مشكلة. يلا رجعوا اعطيني خلص خلص. يلا بدي انجينا. يلا تركي عادي. يلا يلا
حجرة ورقة مقص. ستيلا فازت. اعطيني اعطيني خلاص. ستيلو. هتقولي ستيلو؟ لا. يلا ستيلا انتي ستيلا دورك دورك ستيلا. وسخطوني انا. عادي يلا. ستيلا. ستيلا. شو؟ يلا. انتوا لما بتكترشوا بتكترشوا هيك برشه كبيره يعني. مبارك يا كثير صارت حلوه. خدود خدود لانجلينا. اعطيني محرم نبرين. خلص يلا اعطيني محرم. يلا 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 انجلينا خدي محرمي. يلا كم دور ضل؟ الثالث الأخير. يلا 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 طيب. حجر ورقة مقص. تعادل. حجر ورقة مقص. انجينا فازت. تعال انجلينا. انجلينا خلينا نشوف يلا على خدودها اعملي. لا تخافي. استني هاني 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 هون هيك. خلاص انجلي لا لا شوارب فرجينا صارت لحيه لستيلا ولا شوارب تلعب ستيلا بابا صنفور بس ستيلا لسه يعني شوارب الجديده يعني لسه باول عمرها طالعه يعني داخله بالسنه مراهقه ستيلا يعني لسه مش جديده شوارب خلصتوا؟ يلا ايه اوكي مرة نغير عقوبة الثالثة المرحلة الثالثة ليتس جو يلا نبدا هالمرة عقوبة الثالثة انينة المي بس نايلون انينة المي وهي نايلون وما فيها شيء من هلا ستيلا من هلا اوكي يلا نعمل يلا حجر ورقة مقص اوه انا لا شيرين اضربيني واحدة ثانية يلا خلص واحدة يلا عملوا حجر ورقة مقص مرة ثانية عفوا معطيني اليوم حظ شغلت مع شيرين وجو 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 العصافير على راس مين؟ أنا. على راس نبرين وجو 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 ورقة مقص عدا عدا حجرة ورقة مقص نبرين فان شيرين اعملي هيك هي وجو شب هيك اعملي دوخي وجو 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 اعطيني معها العصافير عم تغزغ على راس مين؟ على راس شيرين اوكي يلا يلا حجر ورقة مقص خلاص خلاص دوركم اي خلاص هي زيادة سهلة سهلة اربع مرات يلا هي زيادة هي زيادة لانه هيك زيادة اوكي يلا شيرين رجعنا لكم يلا عملوا حجرة ورقة مقص حجرة ورقة مقص تعادل حجرة ورقة مقص استنى فارغ استنى عم بقول حجرة ورقة مقص اوه هذا دي يلا يلا حجرة يلا حجرة حجرة ورقة مقص تعادل حجرة ورقة مقص انجينا فازت خذي انجينا انجينا كانه عم تشوفيها بعدين عم تعملي هيك ايديك شفت هيك انا طلعت على هي شو ما عملت هيك عم طارون انا ما بدي ولا شيء لا ممنوع انجلينا انجلينا واحده شريره غساسه او نو يلا
هي العمر المرة الثالثة. حجرة ورقة مقص. أنجلينا فازت، اضربي أنجلينا مرة ثانية. أنجلينا راح تضرب ستيلا. يلا جيبي. واو. يلا عيديها. شو؟ يلا ديم اعملوا. يلا. حجرة ورقة مقص. تعادل. حجرة ورقة مقص. أنجلينا فاز مرة ثانية. بس ليش المرة الرابعة؟ كل واحدة ثلاث مرات. دي يلا معلش دي. ضربيها يلا انجلينا. استنى انت كيف ضربي واحدة؟ بس واحدة ها؟ شوي خفيفة. ليش عم تضربين؟ اوكي نرجع كمان نعمل المرحلة الرابعة. رجعنا لكم. يلا اعملوا. حجرة ورقة مقص. تعال. حجرة ورقة مقص. جبرين عم تشوفي اول شيء شو عم شيرين تعمل بعدين عم تعملي مثلها. انا هذيك ما كملت لاحظت. خسرت. خسرت. شو العقوبة هذا شو اسمه؟ سلا روحي جيبي هي بتعرف ستيلا. روحي جيبي خفافة ستيلا. شوي شوف حالي. غريب. شو؟ راح تعرفوا مفاجأة لإلك. مين اللي بتاكل عقوبة؟ مين اللي أو آنسة المنفخة طبعاً. بتاعي ستيلا لا تأخري علي. خوفتيني. لا ليش تخافي؟ طيب. طالعي فيها الجوارب اللي كانت مدري نسياني فيها. لا شو خذي الخفافة لمحلها. شو؟ شو راح باكلها بسوي شو؟ بالبصة؟ بالطعم او بالكريم تاعتي؟ لا ما بدي اكلها. ما بتاكل. شو تعمل؟ جوارب الوسخة. شو راح بعمل فيها؟ مامي خوفتيني. تاكل. شو يعني قصدك؟ ياي شمي ريحة؟ شمي؟ شمي؟ ما بدي ما بدي خذيها فيها ما لنا على خذيها لها قبل عليك شو بسوي؟ يلا شو الريحة؟ أكلها شو بدك تاكل؟ ما بتنتاكل لحالك وين راحت؟ خذي ستيلا لدور شيرين ما بعرفه شيرين هالشي بيخوف ها؟ يلا مين هي؟ انت لحالي بدي اخذ انا ما في داعي لا ما انت انا ما في داعي امي انت خذينا شيرين؟ نعم تعال هي كانت لستيلا انا نظيفه كثير نظيفه صار كم سنه ما غسلتيها؟ لما كنت صغيره شيرين شيرين كيف بدك تعملي؟ خلاص ما راح بقيت هاي مره يلا اعملوا حجرة ورقة مقص شو دي يلا شيرين حرام راح اغسل استني دي هاي مره ورقة مقص حجرة ورقة مقص شيرين شيرين تفضلي شمي ما بدي شم بكره الشم اذا شميت ما بقدر بعرف بعد عم بقول خذيها ذوقيها لسه في مرة ثانية شيري لا اعطيني لا اعطيني استنى خلص يلا لا راح انتقم في مرة هديته يلا المرحلة قصدي الثالثة هي الأخيرة حجرة ورقة مقص تعال حجرة ورقة مقص صار تعادل تعادل ورقة مقص تعادل حجرة ورقة
دينا عم تطلع شريف هذا. لا انا كنت عم بغشي باللحظة لما الانسان ما يكون قلبه طيب. هاي نهايته. مو قلب طيب عندك كل قلب. لا ما شفنا. لا افتحي الجوارب الوسخة. ماشي خلاص يلا. الحمد لله سكري. دور يلا دور ستيلا وانجلينا. يلا ستيلا يلا بس بدون غش. ها هاي شو جينا فازت. يلا لالي. جوارب لقلها في العادي. يي بحب جوارب. يلا عيدوها مرة ثانية. يلا حجر ورقم قاف. عيدوها تعال. حجر ورقم قاف. استيلا فازت. أنينا خدي مبارك جينا لقلي. شو صار معي؟ شو هاي مصدومة عم ترجب كمان عادي. تراجعتي؟ لا شيرين تروحي على الحمام. لا تراجعي وانا خلص. يلا مرة ثالثة. يلا مرة ثالثة وخلص. حجر ورقم قاص. تعادل. حجر ورقم قاص. تعادل. حجر ورقم قاص. تعادل. قوي قاص. تعادل. حجر ورقم قاص. تعادل. حرام. مولت جوار لألك؟ موت لألك عادي. ما شفنا. خلاص بكفي. شو يعني بدك تعملي له يعني لازم تشحة الجوارب كلها وتحطها بتمها وتاكلها يعني؟ واو. جايز عن جد كتير كتير شلون؟ واو. كتير استمتعنا بالفيديو. وصلنا لاخر الفيديو. نتمنى انتم كمان تستمتعوا معنا بهالفيديو الحلو. صحيح انه كانت هاي الفيديو انه من مثلا يعني انه حجر ورقه مقص بجزء بتقول انه يعني التحدي هو ماضي او تحدي عادي. بس معلش كمان شغلات الايام الزمان بتكون احلى لانه في بجوز على العمر بدهم هذا الطلبيه. لا بالعكس شفت كثير يعني انا شفت انه مسلي كتير وفرحنا كتير كتير سلينا مع بعض. عن جد انبسطنا كتير كتير. انا بالنسبة لي كتير انبسطت. كان عندي احلى تحدي عن جد تحدي حجرة ورقة مقص. فرحت كتير انا اليوم مع البنوتات وما بعرف هجينة شو عم تعمل كأنه عم تفكر تحلق حالج على شواربة. شو بك بسطيف. شو هذا كان بالفيلم من باب الحارة؟ أبو عقيد مو؟ شو بك أبو عقيد؟ أبو جودات؟ لا أبو جودات ما لا كان أبو عقيد باب الحارة. قربت الرمضان كمان مثل ما بيقولوا على الأبوابها. شو؟ بنحب الرمضان. أكيد كلياتنا بنحب الرمضان وإن شاء الله بنعمل أفلام رمضان كمان. إن شاء الله يا رب بس نضل بخير وسلامة. امنيتنا للكل انه عن جد كل انسان يتحقق حلمه. كل انسان يضل بخير وسلامه. اللي ما شاف بعضهم من بعيد بالغربه ان شاء الله ايدهم تصلوا عن بعض. نسلم على الكل. نسلم على الاهل على الاقارب على الاخوات. بنحب كلياتكم. كلياتنا اخو واخوات ان شاء الله. ها شعور كثير حلو. الشعور هيك تأثرت فيه. تأثرتي؟ لازم الانسان كل يحب بعض كل الاحترام والتقدير لكل متابعينا. وان شاء الله يوم جديد فيديو جديد. بليز لايك شير وحطوا لايك. باي انتظرونا.